السلام عليكم، حلقة خاصة بالسوبر فانز. هاي الحلقة يعني أول شيء وين عم صورها؟ عم صورها من المطبخ. ليش؟ لأنه الإضاءة حسيتها حلوة، ولا مرة مصور من هون، فقلت لحالي خليني صور لكم هذا المقطع من المطبخ. المقطع هذا ليش للسوبر فانز أو للناس اللي بيشاهدونا من زمان كتير أو بيعرفوا عنا؟ لأنه في شيء بدي إياه منكم بهذا المقطع. بنفس الوقت بدي لكم بعض الاخبار وبعض الاقتراحات للناس الجديده. فبلش بالناس الجديده وبقول لها اول شيء، اول امبارح او بثلاث ايام عملت حساب على التيك توك، ما ححط له رابط تحت لانه اليوتيوب بيزعل لما تحط له رابط لشيء ثاني والناس يتركوا اليوتيوب ويروحوا. فاذا بدك تتابعني بس روح لهنيك واعمل بحث عن وان جنجن وان اسم القناه، وجنبها كلمه يوتيوب، بس اكتب وان جنجن وان يوتيوب بتلاقي حسابي هنيك، وشوف شو رايك بالموضوع. الموضوع يلي بدي اياه الثاني من الناس كمان الجداد او الناس اللي لسه مو كثير قدام، هي ايش بتحبوا انه ننزل على القناه؟ اي نوع محتوى، العاب او غير العاب، فلوجات، اي شيء بيخطر على بالكم او اي مواضيع، يا ريت تكتبوا لي اياها بالتعليقات عشان اعرف ايش هو الشيء اللي انا بدي ادخل فيه مع قدوم العام الجديد، يعني 2023 شلون بده يكون معنا. فبدي جهز، ومثل ما بتلاحظوا عم بحاول انزل مقاطع بشكل يومي، فبدي احاول يعني اعرف اكثر المحتوى وين بده يتوجه. نجي للنقطة الجديدة بالألعاب، شو الكلانات اللي عندكم إياها؟ في عنا كل الألعاب تقريبا، كل لعبة عم نلعبها عنا كلان، بدك تروح لمقاطع اللعبة لتعرف شو الكلان. فمثال كلاش اوف رويال، الكلان هو وان جنجوان تو تيوب، لأنه وان يوتيوب معبى منه. بالكلاش اوف كلانز عملنا الوان جنجوان شحطة من تحت واي تي، وهكذا. فأي لعبة يروح على المقطع تبعه واكتب اسم الكلان وبيطلع لك. هلأ شو بدي من السوبر فانز يا أصدقائي؟ إذا أنتم مشاهدين، إحنا عنا مقاطع حيوصلوا للعشر سنين، إذا أنتم في عندكم أي مقطع بتلاقوه أو حتى بس مباشرة على التويتش ما في مشكلة، بس على اليوتيوب أي مقطع بتلاقي إنه مناسب ينعمل منه شورت، يعني فيديو قصير ينحط على اليوتيوب على التيك توك، بس إحنا هدفنا شورت اليوتيوب، تمام؟ فاللي بدي اياه من السوبر فانز اللي حضرانين مقاطع وبيتذكروا انه اوه بالمقطع الفلاني باللعبه الفلانيه بالثانيه الفلانيه يمكن تقلي اللعبه هي على النينتندو سويتش لما كنا نلعب ملاكمه، يمكن تقلي اللعبه هي ليج اوف ليجند سيزون قديم، يمكن تقلي بسيم سيتي بناء المدن. كل اللي بدي اياه منك ابداعك، لانك انت كل المشاهدين اللي عنا بيشوفوا احسن مني، انا بنتج بس هن اللي بيشوفوا وبيعرفوا شو الحلو. فاللي بدي اياه منك تروح على المقطع اليوتيوبي اللي انت متذكر فيه لقطه حلوه، تروح لعند هذا المقطع وتكتب لي تعليق، يا عمر لقيت لك هذا الشورت او هذا المقطع او هاي اللقطه الحلوه من الدقيقه كذا للدقيقه كذا، او بكفي تقول من الدقيقه كذا ممكن افهم عليك اكثر. الشورت ممكن نعمله من 5 ثواني او 10 ثواني لل 59 ثانيه، يعني اقل من دقيقه، فمعنا هذا الرينج من الوقت. عشان هيك يلي بدي اياه منكم اذا فاضيين انكم انتم تعطوني هي الاجوبه، مو تحت، واذا حطيتوا هذا الموضوع مشان كمان اليوتيوب ينبسط منه هون، اكتبوا لي تحت تم، بس لا تكتبوا لي تحت هذا المقطع بالمقطع الفلاني بدايه الفلانيه، بضيع وما بتزبط معي. دغري روحوا على الفيديو واكتبوا لي تعليق تحت الفيديو، وانا حيطلع عندي التعليقات بالاستوديو تبع اليوتيوب، فهمتوا شلون؟ فانا بروح وبلاحق هالتعليقات، قد ما كانت كثير ما في مشكله. واللي بساوي انا السوبر فانز انه بحاول اعمل لهم شيء مثل حلقه خاصه، اي واحد اصلا بينقي لنا مقطع وبيطلع حلو بيجيب مشاهدات عاليه بندخله لمثل غرفه السوبر فانز وبنعمل لهم كلياتهم حلقه شكر خاصه وهذا الشيء. بعرف انتم ما بدكم الشكر، بتكونوا مبسوطين بدون شيء، بس انا بحب اعمل الشغلات، فبنحاول انه نعمل هذا الموضوع بموضوع لحاله. في شيء ثاني بقى لكل اللي عم يشاهدونا كمان هلا وضلوا معنا لهلا، هو مقاطع محتوياتها مختلفة شوي عن الشيء اللي عم ننزله. مثل انه في فكرة قالوا لي عليها، قالوا لي اذا حابين ننفذها بمقطع ولا لا، مثال اللي هي ليش الجيمرز ما بيعرفوا يتعاملوا مع الجنس الاخر، وليش في نسبة قليلة منهم بيعرفوا يتعاملوا كتير منيح. فهذا الموضوع عم بفكر فيه، اذا حبيتوا فكرته قولوا لي لنزلها، وقولوا لي شو عنوان المقطع يكون، معلش انا بحب اسمع افكاركم. فاذا في عندكم عنوان معين لهي الفكره اللي انا عم بقولها اكتبوا لي اياها.
حتى لو كتبتوا كتير تعليقات او تعليق كتير طويل لانه عم نحكي بكتير مواضيع، هذا المقطع هو هيك، هذا المقطع مو للمشاهدات، هذا المقطع ما حدا على اليوتيوب ما بيعرفني حيفوت عليه، هذا بس لانت لانك انت عم تعرفني او انت حبيت تتعرف علي من جديد وحابب تدخل بالوان جنجن وان كوميونيتي، حابب تدعم، حابب تكون لك مكان وتكون الناس اللي قدام معروفين تبعنا يلي بنشوفهم على طول. فهي النقطة الأولى وهي النقطة الثانية يلي انتم ممكن تدخلوا فيهم. غير هيك أي شيء بدكم يا أو بيخطر على بالكم نساوي يا ريت تكتبوه مثل ما قلنا. الألعاب الموجودة بالسوق حاليا أنا عم بستنى ألعاب لسه ما نزلت، مثل لعبة بليزرد الجديدة اللي هي نمطها أول شيء لعبة جوال، وهذا الشيء حلو كتير. تاني شيء نمطها هي قريب، خلينا نقول قريب من كلاش رويال، ولكن بليزرد، فبليزرد دائما الألعاب اللي بتساويها بتكون ضخمة كتير، بتكون طريقة مختلفة، بتكون لعبة تصاعدية، بتكون لعبة انت كل ما تلعبها أكتر بتحبها أكتر. حتى يعني مثلا خريطة كلاش رويال شلون بتكون بالطول، بليزرد عامل لك اياها بالطول بس بتسحب لفوق، يعني انت فيك تعمل لها سكرول فممكن تطلع لفوق وتنزل لتحت. فهي شغلة من الشغلات اللي أنا عم بستناها. كنت كتير مفكر بلعبة فيفا إني جربها، خصوصا جاي كأس العالم، بس بصراحة وما حكذب عليكم اللعبة كتير غالية، ما إذا بدك تجيبها ما فيك تجيبها غير إنك أنت على القليل تجيب الألتيميت إديشن، لأنه تجيب الباكات اللي بيكونوا فيها 4600 بوينت يمكن مينيموم، يعني بدك هالشيء بهذا الوقت لتعمل الألتيميت تيم، ما بيكفي تجيب النسخة العادية حقها شيء 100 يورو. ما قدرنا انه نجيبها، كان في احد المشاهدين بده يهديني اياها على ستيم، وانا بدي اياها حصرا على ستيم، ما بدي اجيبها على اي منصة تانية، على ستيم لانه اسهل لي بكتير، فما قدرنا. فما بعرف بلكي حدا هلا بيبعث لنا اياها او حدا بيهدينا اياها، يا ريت. بس بعيدا عن هذا الموضوع، اذا برايكم انه فيفا بتستاهل انه نشتغل عليها ونشتريها وننزلها بيكون منيح، بس مشكلة اذا نزلتها وما اشتغلت، مثل كتير العاب نزلناها وما اشتغلوا، مثل يعني حتى العاب مشهورة كانت ترند مثل ببجي موبايل، فورتنايت، هدول لما نزلتهم ما اشتغلوا عندي، فهدنك على القليلة كانوا فري، بينما فيفا غالية، فحرام نشتريها وما تزبط، وغير الوقت اللي حنضيعوا عليها كتير. فقالوا لي رأيكم إذا برأيكم فيفا ممكن فيها نمط حيكون حيفتح بعد 25 يوم تقريبا، وقت يفتح كأس العالم بقطر هو نمط كأس العالم، فإذا برأيكم إنه ممكن منفوت فوتت فيفا. وبس هذا كل شيء، هو هذا المقطع السوبر فانز. بشكركم جميعا انه انتم مكملين معنا، في ناس مبلشين من جديد من فتره متوسطه، في ناس حيوصلوا للعشر سنين اكيد، يعني دائما بتلاقي في ناس متقطعين، ما اكيد ما كل الناس من اول يوم داي 1، واكيد ما ممكن حدا مشاهدني هلا لاول مره بحياته، فكله هذا الشيء شغال. بس نشكر الناس جميعا من كل الفترات، من امتى عملوا سبسكرايب او امتى بلشوا يشاهدونا، حتى لو ما لهم سبسكرايبرز، في بعض في ناس بيشاهدون وما لهم سبسكرايبرز، فبشكرهم جميعا لانه هن احد الاسباب يلي خلتنا انه نستمر لهلا. وهلا ان شاء الله بالسنه العاشره حنعمل اشياء جديده ونحاول نعلي من المستوى ونحاول نلاقي محتويات جديده ممكن تغير لنا، وممكن تكون مثل كل سنه بنقول ممكن تكون هي السنه هي سنه انطلاقنا الحقيقيه لنوصل لاعلى الاماكن. اي اسئله عندكم يا هلا، اي مواضيع ثانيه يا ريت تكتبوها تحت كمان، لانه اليوم بالذات كل الناس اللي كتبت وساعدت وحطت تعليقات لقينا شورتات وعملوا هذا كلها حتتسيف، مشان بعدين لما نعمل فيديو كويست او كيو اند اي سؤال وجواب ندخل اسئلتهم، وندخل كمان الشكر والمساعدات لهم على المقاطع اللي عملوها، ونشوف شلون ممكن نطلع بشيء حلو. كان معكم عمر وان جنجن وان، سلام.